بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 97. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زالت الآيات الكريمة في سياق الإنفاق في سبيل الله والتحذير من العوارض التي تبطل ثواب المنفق. تقدم أن من العوارض التي تبطل ثواب المنفق المن والأذى، المن والأذى، وكذلك مما يبطل ثواب المنفق الرياء، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الرياء يبطل ثواب المنفق. وفي هذه الآية الكريمة قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة. هذا فيه عارض آخر رابع، وهو أن الإنسان يبطل أعماله بالسيئات وبظلم الناس، فهذا يبطل العمل إن كان شركا بالله عز وجل، لأن المشرك لا يقبل منه عمل. وإما أنه يأخذ ثواب المنفق لغيره. الإنفاق صحيح ونية المنفق سليمة، سالمة من كل العوارض هذه، إلا أنه يكون عنده مظالم للناس، يكون عنده مظالم للناس لم يؤديها إليهم في هذه الدنيا، فإنهم في يوم القيامة يقتصون من حسناته. ومن ذلك إذا كان له صدقات وله إنفاق وفيه ثواب، لكن يأخذه المظلومون، يأخذه المظلومون قصاصا لمظالمهم، لأنه لا بد من القصاص إما في الدنيا وإما في الآخرة. فمظالم الناس لا تذهب إلا أن يسمحوا عنها ويعفوا عنها. ما إذا لم يسمحوا ولم يعفوا عنها فإنها تبقى في ذمة الظالم إلى يوم القيامة، فيقتص لهم منه من حسناته وأعماله الصالحة. وكذلك مما يبطل الأعمال الخاتمة السيئة، فقد يكون الإنسان على عمل صالح في حياته
ثم عند الموت يختم له بسوء فتبطل أعماله، لأن الأعمال بالخواتيم. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار يدخلها، يدخل النار، فيختم له بسوء والعياذ بالله، ويموت على خاتمة سيئة تبطل أعماله. الإنسان يخاف على أعماله من هذه المبطلات، سواء كانت صدقات أو غير صدقات، الإنسان يخاف على أعماله. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحات وقلوبهم وجلة خائفة من ربهم أنها لا تقبل منهم لسبب من الأسباب، فهم يخافون على أعمالهم، هم يخافون على أعمالهم الصالحة أشد مما نخاف نحن من أعمالنا السيئة لمعرفتهم بالله عز وجل، لأنهم لا يكملون أنفسهم، قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: أيود أحدكم، هذا استفهام إنكار بمعنى النفي، لا أحد يود هذا، يعني يحب هذا، لا أحد يحب ما ذكر في هذه الآية، فهو استفهام إنكار. أيود أحدكم، أي لا يود أحد منكم أن تكون له جنة، والجنة هي البستان، الجنة هي البستان الذي فيه الأشجار الملتفة التي تخفي ما وراءها، هذه هي الجنة، البستان الذي فيه أشجار ملتفة إذا وقف الإنسان من ورائها لا يرى، مجتنا فيها يعني مختفيا فيها. ومنه الجنة التي في الآخرة التي أعدها الله للمتقين، سميت جنة لما فيها من الأشجار الملتفة والخضرة والفواكه العظيمة والأنهار، هذه جنة الآخرة. وكذلك جنة الدنيا، الجنات في الدنيا جنات من نخيل وأعناب، الدنيا فيها جنات يعني بساتين، حدائق ذات بهجة، بساتين نظرة تسر من ينظر إليها. أيود أحدكم أن تكون له جنة، يعني بستان، له فيها جنة من نخيل وأعناب، من نخيل وأعناب، شجرتان معروفتان، العنب والنخيل، وخصهما الله بالذكر لأنهما أحسن الأشجار وأطيب الأشجار ثمرة، يوكل منهما طريين ويوكل منهما مجففين، فالنخيل والأعناب هي أحسن الأشجار، سنها إنتاجا. لذلك خصهما الله بالذكر لأنهما يجففان ويدخران للقوت وللتجارة والبيع والشراء، فهما أحسن الأشجار، جنة من نخيل وأعناب، ليست نخيلا فقط ولا أعنابا فقط، بل من نخيل وأعناب منوعة، وهذا أحسن ما يكون، تنويع في البستان من أحسن ما يكون. ثم إضافة إلى ذلك تجري من تحتها الأنهار، من تحت الأشجار أو من تحت الجنة الأنهار، المياه العذبة التي تسقيها ويكسبها نظرة وطيبا ومنظرا حسنا،
له فيها من كل الثمرات. وصف هذه الجنة بصفات: أولا فيها نخيل وأعناب، ثانيا تجري من تحتها الأنهار، ثالثا له فيها من كل الثمرات، فدل على أن فيها أشجارا غير النخيل والأعناب، له فيها من كل الثمرات مختلف الأشجار، ولكنه خص النخيل والأعناب لأنهما أطيب الأشجار. هذه جنة اجتمعت فيها المحاسن، اجتمعت فيها المحاسن وتكاملت أوصافها، لكن هناك آفة ستعرض لصاحبها تكدر هذه النعمة. أصابه الكبر، هرم، صار يعجز عن الكسب، والإنسان بحاجة إلى النفقة عند الكبر لأنه يعجز عن الكسب، فإما أن يكون له مال ينفق منه، وإما أن يقوم عليه من ينفق عليه في حال الكبر. أصابه الكبر، وهذا شيء لا مفر منه، الإنسان إما أن يموت مبكرا وإما أن يعيش يدركه الهرم، لا من جات له من هذا، إما موت عاجل وإما هرم وكبر يكدر حياته عليه، يكدر حياته عليه. الدنيا لا تصفو لأحد. أصابه الكبر، هذه واحدة. الثانية، له ذرية ضعفاء، هو ضعيف وله ذرية ضعفاء يحتاجون إلى من يقوم عليهم، وهو قد هرم وعجز. الثالثة، هذه الجنة أصابها إعصار، هذه الجنة تلفت وهو في هذه الحالة، ضعيف كبير السن، له ذرية ضعفة، احترقت جنته، ماذا تكون حاله في هذه؟ هذا مثل، هذا مثل ضربه الله عز وجل للأعمال الصالحة أنها قد يصيبها ما يتلفها على صاحبها، فليحذر الإنسان. هذا مثل ضربه الله ليوضح لكم، ليوضح لكم الخطر الذي أمامكم، حتى ولو كنتم في أسر حال وأهدأ بال وأهل نعمة ومال وثروة، لا تأمنوا مما يحصل في المستقبل. أصابه الكبر وله ذرية ضعفة، أصابها إعصار، والإعصار، الإعصار هو العاصف، العاصف الشديد الذي يثور من الأرض، يثير الغبار، يثير الغبار من الأرض ثم يعلو في السماء كالعمود، كالعمود، وقد يكون يثير سحابا أيضا، يثير السحاب، فهذا الإعصار يكون فيه، يكون فيه غبار ويكون فيه قوة يحطم ما مر عليه من شدته. مر على هذه الحديقة وفيه نار، قد يكون فيه نار من السماء تنزل مع الإعصار هذا فتحرق ما تصيب، فهو إعصار قوي يحطم ما أمامه، وفيه نار أيضا زيادة، نار كأن يكون فيه صواعق أو رعود مع الإعصار، أصابها إعصار فيه نار، فيه نار، قد يكون بعض الأعاصير فيها نار، فيها سحاب، فيها صواعق كما هو مشاهد الآن، تسمعون عن الإعصار الذي مر بأمريكا هذه الأيام وماذا خلف، ماذا خلف من الخسائر العظيمة في الأرواح
والأموال والبلدان، صار واحد. فكيف لو سلط الله الريح كما سلطها على قوم عاد، الريح العقيم والعياذ بالله، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت أشجارها وثمارها، فأصبح هذا المسكين في حيرة من أمره، ليس له قوة يكتسب، وليس له أولاد كبار يعملون عليه وينفقون عليه، والمال الذي بين يديه تلف. هذا مثل الذي يعمل الأعمال الصالحة ثم يسلط عليها ما يتلفها من الذنوب والسيئات والمظالم للناس. فهذا فيه التخويف للمسلم أن يخاف على أعماله مما يصيبها ويتلفها عليه بعدما تعب فيها وهو بحاجة إليها. تصوروا حالة هذا الشخص الذي أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وتلفت جنته، ليس عنده غيرها، ماذا تكون حاله؟ كذلك الإنسان في الآخرة إذا جاء يوم القيامة ومعه أعمال صالحة كثيرة لو سلمت لنجا بها من النار، ولكن عليه مظالم للناس، عليه ديون للناس، عليه حقوق للناس يقتصون من أعماله، فلا يبقى له شيء، فيؤمر به إلى النار، كما جاء في الحديث أن ناسا يأتون يوم القيامة، يأتي أحدهم بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وقد شتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين، أطرحت عليه أطرح في النار والعياذ بالله، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا مثال للمؤمن الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة لكن يكون عليه مظالم للناس وحقوق للناس لم يؤديها في الدنيا، تساهل فيها حتى أدركه الموت وهي عليه، لا تضيع، تؤخذ من حسناته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة، كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن كان له سيئ وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين، فطرحت عليه فطرح في النار. فليحذر الإنسان على أعماله من هذه الآفات. وقد جاء في الحديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فيحذر الإنسان من هذه الأمور التي تبطل أعماله أو تذهب بثوابها يوم القيامة أحوج ما يكون إليها. وأظنه الآن اتضح المثال، والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس، يضرب الأمثال للناس فيصور الأمور الغائبة، يصورها في أمور مشاهدة حتى يعرفوها. فهو صور حالة الإنسان يوم القيامة حينما يأتي بحسنات وأعمال صالحة وتؤخذ عليه، تذهب عليه، مثلها بهذا الرجل الذي له جنة فيها من كل الثمرات، ثم إنه عرض له آفات جعلته معدما، ليس له شيء من المال، في حالة الكبر وحالة ضعف الأولاد،
هذا مثال واضح. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله يبين الآيات، آيات الوحي المنزل، يبين معانيها بالأمثلة، بالأمثلة التي يضربها للناس حتى يتصوروها على حقيقتها. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون ويستمعون له، أما الكافر فإنه لا يستمع لنداء الله ولا ينتفع به، لذلك خص الله المؤمنين بهذا النداء تشريفا لهم، ولأنهم هم الذين ينتفعون بأوامر الله ويستمعون لندائه ويصغون لتوجيهاته لهم سبحانه وتعالى. أم في طيبات ما كسبتم، هذا أيضا فيه بيان نوع آخر، ثواب الصدقة، مبطلات ثواب الصدقة، إضافة إلى ما مر من الأنواع السابقة. وذلك أنه أمر سبحانه وتعالى بالإنفاق من طيبات ما كسبتم، والطيب يشمل الطيب في ذاته، يشمل الطيب في ذاته وهو النوع الجيد بخلاف النوع الردي، ويشمل الطيب في اكتسابه بأن يكون من كسب حلال لا من كسب حرام. الله لا يقبل الصدقة من الكسب الحرام، كما أنه لا يقبل الصدقة من الكسب الردي الذي لا ينفع، لا يقبل هذا، لا يقبل الردي ولا يقبل الحرام. فتكون صدقة الإنسان من مال طيب يعني جيد في ذاته، وأيضا هو من كسب حلال لا من الكسب الحرام كالربا والسرقة وثمن المحرمات، الثمن الذي يحصل من بيع المحرمات والمواد المحرمة، هذا خبيث لا يتقبله الله إذا تصدق منه الإنسان، وإذا أكل منه لا تقبل له دعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني لا يستجاب له، فالحرام يمنع قبول الدعاء لأنه خبيث. والله جل وعلا يقول: أنفقوا من طيبات، كلوا من الطيبات، أمرك
أن تأكل من الطيبات وأمرك أن تنفق من الطيبات، هذا ما أمر الله به، ونهاك أن تنفق من الخبيث، سواء خبيث في نوعه كالردي أو خبيث في مكسبه ووصوله إليك كأن يكون من كسب حرام. وما أكثر الكسب الحرام اليوم، ما أكثر أنواع الكسب الحرام، إلا من رحم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقلنا الطيبات يشمل الطيب في نفسه بأن يكون من النوع الجيد المفيد الذي ينفع المتصدق عليه، ويشمل الطيب في مكسبه، ينفع ويشمل الطيب في مكسبه، فلا بد من الأمرين في النفقة، يعني في الصدقة تكون طيبة في ذاتها وطيبة في مكسبها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كسبتم بالحرفة، بالتجارة، بالبيع والشراء، وجوه الكسب كثيرة. ما كسبتم يعني ما حصلتم عليه بسبب الكسب والحرفة والبيع والشراء. طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وذلك من الحبوب والثمار والفواكه وغير ذلك من ما ينفع الناس. صدقة واجبة كالزكاة، أو صدقة تطوع وتبرعات. فإذا تصدقت سواء الزكاة أو تطوع فلتلاحظ هذا، تلاحظ أن تكون صدقتك من طيبات ما حصلت عليه بالكسب المباح، ومن طيبات ما حصلت عليه من غلة، من غلة الأرض، مزرعتك، أشجارك، تخرج من النوع الجيد لا من الردي. من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، جميع ما أخرج الله من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن، المعادن التي تخرج من الأرض فيها الزكاة وفيها الصدقات التطوعية والتبرعية، لأنها من نعم الله عليك تصدق منها. والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع. النوع الأول النقدان، الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية والعملات الورقية، تقوم مقام الذهب والفضة، تجب فيها الزكاة وتتصدق منها بالتبرعات. النوع الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بشروط معروفة. النوع الثالث عروض التجارة، وهي السلع، عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع التي تمتلكها بنية البيع والربح من ورائها، تجب فيها الزكاة، عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والشراء والاتجار. النوع الرابع الخارج من الأرض كما في هذه الآية، قوله من طيبات ما كسبتم يشمل النقدان الذهب والفضة لأنهما من الخارج من الأرض، ويشمل عروض التجارة لأنها مما كسبتم، ويشمل الخارج من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. وفي الآية الأخرى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم
حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، وهذا في الحبوب والثمار، تدفع زكاتها عند الحصاد، عند جبايتها والتمكن منها، تخرج ما أوجب الله فيها، وتزيد على ذلك بأن تتصدق منها صدقة تطوع، أنت بحاجة إلى هذا. ومما أخرجنا لكم من الأرض، الفضل لله جل وعلا، هو الذي أخرج هذه الأشياء من الأرض، والذي أخرج هذه الأشياء من الأرض من غير تعب منك، هو الذي خلقها في الأرض ودلك عليها وسهل لك طريق الحصول عليها، كل الفضل من الله جل وعلا. ولهذا قال مما أخرجنا، ما هو أنت اللي أخرجته، الله هو الذي أخرجه. ومما أخرجنا لكم من الأرض من حبوب وثمار ومعادن وركاز وغير ذلك، كل ما يخرج من الأرض. ثم قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث، لا تيمموا يعني لا تقصدوا، لا تقصدوا الخبيث وهو الردي. الخبيث لما أمر الله أن ننفق من طيبات ما كسبنا ومما أخرج لنا من الأرض، نهانا، هذا مقابل لما سبق، نهانا أن نقصد الخبيث، سواء كان مما كسبنا أو كان مما خرج لنا من الأرض. الخبيث يشمل الخبيث في ذاته كالردي، أو الخبيث في كسبه كالمحرمات. لا تيمموا الخبيث محرما كان أو رديئا، ولكن ظاهر الآية والله أعلم أنها تقصد الردي. ولا تيمموا الخبيث يعني الردي، لأن بعض الناس أو كثير من الناس إذا تغلب على نفسه وأراد أن يتصدق ما تسمح نفسه أنه يخرج من الجيد، بل يخرج من الردي الذي تعافه نفسه أو لا ترغب فيه، أيخرجه لله عز وجل. الصدقة هذه لله، لوجه الله عز وجل، وبالتالي هي لك ترجع إليك، والله غني عنها، لكن الله من فضله أنه ينميها لك ويحفظها لك ويجازيك عليها ويضاعفها. ولا تيمموا الخبيث أي الرديء من الأشياء، منه تنفقون. قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلاحظ في صدقتك حينما تخرجها أن تكون مما ينتفع به، على الأقل تكون من المتوسط، والأحسن أن تكون من الجيد، الأحسن أن تكون من الجيد، سواء كان زكاة أو تطوع تكون من الجيد، ولا تكون من الردي. الردي لا يقبل ولا يجزي، وإنما تكون من المتوسط بين الجيد والردي، هذا هو الواجب. وإن أخرجت من الجيد فهذا أحسن، ما أن تخرج الردي الذي لا تريده لنفسك هذا لا يقبله الله، الله غني عنه. ولا تيمموا الخبيث أي تقصدوه. بعض الناس إذا صار عنده ثياب تالفة ولا عنده طعام خربان ولا كما يسمونه فايت تاريخه، منتهن تاريخه، يقول تصدقوا عطوها المحتاجين، وهو لو أعطي إياه ما يرغب فيه، فكيف يرغبه للناس المحتاجين ولا يرغبه؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا على مضض. فكيف ترضى للناس أو ترضى لله عز وجل ما لا ترضاه لنفسك؟
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا به. اجعل نفسك ميزان، هل أنت تقبل هذا لو أعطاك إياه أحد أو ما تقبله؟ إن كنت تفرح به وتقبله تصدق به، إن كنت لا تريد ولا ترغب فيه لا تصدق منه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لو دفع لكم أحد ما تأخذونه إلا على مضض، تأخذه وأنت كاره، يمكن ما تأخذه ترفضه، يمكن أنك تأخذه لكن وأنت كاره مجاملة. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ثم قال جل وعلا: واعلموا، تيقنوا أن الله غني حميد، أن الله لم يأمركم بالصدقات ويحثكم عليها لأنه محتاج إليها، بل إنه غني عنكم وعن صدقاتكم، ولكنكم تقدمون لأنفسكم، تقدمون لأنفسكم، أما الله فإنه غني عنكم وعن صدقاتكم. لا كما يقوله اليهود لعنهم الله لما سمعوا قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، يطلب منا القرض إذن هو فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء. الله رد عليهم وقال: واعلموا أن الله غني، ما هو فقير، له خزائن السماوات والأرض، واللي بيديكم هذا منه سبحانه وتعالى، أنفقوا مما رزقناكم فهو من الله، ولكنه أراد منكم رحمة بكم أن تقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فلا تظن أن الله إذا حثك على الصدقة أو قال أقرض الله أن الله محتاج وأنه عاجز عن أنه يعطي الفقراء، لكن هذا امتحان وابتلاء. ولهذا يقول الكفار لما سمعوا الأمر بالصدقة قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ هذه مثل مقالة اليهود، مقالة اليهود، فهم يفهمون أن الله غني لكن يتعنتون في هذا الكلام ويتمسخرون في هذا الكلام، ولهم يعرفون أن الله غني، له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يعطي الفقراء ويغنيهم، لكنه ابتلاك أنت، ابتلاك أنت بالفقراء، هل يرخص عليك مالك وتعطيهم أو تقدم حب المال وتحرم الفقراء والمحتاجين؟ هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان لك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الله عنده أجر عظيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلموا أن الله غني سبحانه وتعالى عنكم وعن صدقاتكم، وأنه لو شاء لأغنى الناس جميعا، ولكن حكمته اقتضت أن يكون في الناس فقير وأن يكون فيهم غني، ليبلو بعضهم ببعض ويمتحن بعضهم ببعض، وتظهر حكمة الله جل وعلا في من يقدم محبة الله على محبة المال، ومن يقدم محبة المال على محبة الله، يظهر النتائج، تظهر، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. غني حميد، حميد بمعنى محمود سبحانه وتعالى على كل ما يفعله وكل ما يقضيه سبحانه، فإن له الحمد على ذلك، على كل ما قضى وقدر، لأنه لا يقدر شيئا من الخير والشر والمحبوب والمكروه إلا لحكمة، إلا لحكمة بليغة. فهو حميد يحمد على كل حال، يحمد على الغنى وعلى الفقر، يحمد على الخير والشر، والشر بالنسبة إليه ليس شرا، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين،
وأما الله جل وعلا فإنه يجري المكروه لحكمة، فهو من هذا الوجه محمود يحمد عليه سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غني حميد، أي محمود على كل حال، على كل ما يقضي ويقدر، هو محمود سبحانه وتعالى، له الحمد كله وله الشكر كله وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: أنا شاب من الله علي بالهداية ولله الحمد، وعلي مظالم لبعض أقاربي، وهي أموال سرقتها منهم، ونويت إن شاء الله أن أردها بعد توفري هذا المبلغ لدي. السؤال: هل تقف هذه المظالم في طريق استجابة الله لدعواتي؟ هذه المظالم لا تمنع قبول الدعاء، ولكن هي تبقى عليك، تبقى في ذمتك، فإما أن تقضيها في الدنيا أو تطلب المسامحة من أهلها، وإما أن تبقى عليك إلى الآخرة فتحاسب عليها. فعليك بالمبادرة مهما أمكن لأدائها إلى أهلها، أو طلب المسامحة منهم، أو أن تسجلها عندك في أوراق وتقول: هذه حقوق لفلان وفلان وفلان، من أجل أن تتذكرها وتؤديها، أو إذا مت تؤدى من تركتك، تكتبها وتعترف بها أنها حقوق لفلان وفلان وفلان. نعم. يقول: هل زيادة الأشواط على 7 في الطواف، طواف التطوع، يؤجر عليه الإنسان؟ لا، الطواف 7 أشواط، إذا أراد أن يزيد 7 أخرى هذا طيب، أما أنه يزيد شوطين 3 يقول هذا أحسن وأجر، لا، هذا ما في أجر. الطواف لا يصح ولا يقبل إلا إذا كان 7 أشواط، وكان خالصا لوجه الله عز وجل. نعم. كما أن الصلاة ما تصح إلا إذا كانت عدد الركعات المشروعة. نعم. ما حكم من يقرأ الفاتحة مرتين في الركعة وهو غير موسوس؟ لا يجوز تكرار الفاتحة، ركن، ولا يجوز تكرار الركن، لا يجوز له يقرأها مرتين، يقرأها مرة واحدة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. نعم. يقول: حدث اليوم هز أرضية في مكة بدرجة 3 من مقياس ريختر كما يقولون، هل من نصيحة للناس، وهل هي بسبب الذنوب؟ حدث إيش؟ في مكة. أعيد السؤال. يقول: حدث اليوم هز أرضية بدرجة 3 من مقياس ريختر في مكة المكرمة، هل من نصيحة، وهل هو بسبب ذنوب العباد؟ بلا شك أن هذا بسبب ذنوب العباد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الواجب التوبة.